هاي يعني حاليا متواجد بالملاجئ الموجودة في العاصمة الأوكرانية كييف. شوفوا العالم شلون الناس نايمة بالقاع. هاي الملاجئ هي تحمي العاصمة من الضربات، يعني من الضربات، الصواريخ، الطيران، أي شيء يعني مجهزة هاي الملاجئ. شوفوا العالم هنا نايمة من البارح. هاي من العاصمة الأوكرانية كييف، محطة المترو. هسا محطة القطار مال العاصمة الأوكرانية كييف، باعوا الناس والأمة كلتها هنا، وازدحامات الناس اللي بتسافر. زين إنه القطار شغال، ما نعرف شنو اللي راح يصير، ربي يسترها معانا والله كريم، نواصلكم بالأحداث.